مساء الخير. ما تم النقاش فيه اليوم طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى أجندة واضحة نهائية، لا يزال الموضوع في إطار التدارس والملاحظات والرد على الملاحظات. ما تم نقاشه اليوم كله يأتي في ضمن الانتقال السياسي والمواضيع المتعلقة بالانتقال السياسي، لكن ما قاله السيد ستيفان دي مستورا أنه من وفد النظام هناك قبول لبعض النقاط وهناك محاولات لتخريب العملية السياسية من خلال التركيز على ملفات أخرى طالما لعب عليها النظام سابقا من أجل تفادي أو تجنب الحديث في جوهر الموضوع وهو موضوع الانتقال السياسي. اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي ويتم البحث في هذا اللقاء بشكل مستفيض بموضوع وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية المتدهورة في العديد من المناطق في سوريا وخاصة الغوطة الشرقية، إضافة إلى بحث السبل التي يمكن من خلالها دعم العملية السياسية وجهود الوصول للحل السياسي. طبعا يعني موضوع ملف العلاقات مع الروس هذا بدأ في المفاوضات المباشرة التي جرت في أنقرة بين ممثلي الفصائل ومع الروس وبدون وجود النظام، وهذا يدللنا حقيقة على يعني على دور النظام في سوريا اليوم الذي يدعي السيادة ويدعي الحضور ويدعي الوجود. نحن نرى كيف تتم الأمور. وشارك ممثلو الفصائل في العديد من اللقاءات في أستانا عاصمة كازاخستان من أجل مناقشة قضايا بعينها تتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار، وقدمت في ذلك وثيقة واضحة من أجل ضرورة الالتزام وآليات الرقابة وآليات محاسبة الأطراف التي لم تلتزم. ولا يزال هناك حديث في هذه القضايا على الرغم من أنه يعني الروس لم يقوموا بدورهم الضامن الحقيقي لتنفيذ هذه الاتفاقية، وأنا ذكرت قبل قليل يعني عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون في سوريا يوميا. طبعا هذا ربما يكون بسبب أنه روسيا لا تستطيع أن تضبط الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد. شكرا جزيلا. خلاص، السلام عليكم.